تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن اعتماد قواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية بحضور كل من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ورئيس ديوان المحاسبة، كما تجتمع لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد لمناقشة سياسة الوزارة وخطتها بشأن التعليم العام. وتواصل لجنة حقوق الإنسان مناقشة وضع الحقوق والحريات العامة في دولة الكويت ومناقشة نتائج الزيارة التي قامت بها اللجنة للسجن المركزي مؤخرا بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.